على الأكتاف يشيع شهيد آخر في ساحات التظاهر ببغداد، محاولة اغتيال ذهب ضحيتها الناشط والمتظاهر غازي التميمي. قبلها المئات من الشهداء على مدار عام من التظاهرات لم تتوقف ولم تغب عن حناجر الشباب المطالب بالتغيير. اليوم يستمر الحراك الشعبي في ساحة الحبوب بالناصرية استمرارا لمطالبهم بالكشف عن مصير معتقلي الرأي وأيقونتهم الناشط المختطف سجاد العراقي. التظاهرات في بابل أيضا يبحث المشاركون بها بهتافات مسموعة لمطالب مشروعة أو كما يطالبون. قائمة المطالب باتت معروفة في أذهان الطبقة السياسية، غير أنها لم تحرك ساكنا لتلبية حقوق الناشطين والمتظاهرين. وهنا البصرة كما بغداد ومحافظات عدة تكرر عناوين محاسبة الفاسدين والتنديد بالمحاصصة الحزبية في رسالة يثور بها الشارع للوصول إلى عراق يريدونه وطنا كما هتفوا ويهتفون، براية توحد أطياف الشعب العراقي وبإنهاء زمن الخطف والاعتقال الذي يقتل حرية التعبير ويحارب العراقيين في سلمية حراكهم ومطالبهم المغيبة حتى الآن.